بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في مادة التربية الإسلامية ضمن مدخل الحكمة للسنة الثالثة إعدادي. في هذا الدرس سنرى ضمن مدخل الحكمة درسا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، العبر، الفوائد التي والضرر التي وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة ولا تحصى. إنما اخترنا في هذا الدرس الوصايا التسع عن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ما فيها من أبعاد تعبدية تربوية واجتماعية. بهذا نكون قد انطلقنا في درسنا لهذا اليوم، ونبدأ مع وضعية الانطلاق وهي كالتالي: سمير أب لثلاثة أطفال، يقضي جل وقته في العمل نهارا وفي السهرات الخمرية مع أصدقائه ليلا، دون اهتمام بشؤون أبنائه بدعوى أن هذا دور الأم فقط، فضلا عن تقصيره في زيارة والديه وتفقد أحوالهما. إذن فما رأيك في تصرف سمير؟ ما هي واجبات سمير تجاه أبنائه ووالديه؟ هل الرعاية تقتصر فقط على الأم دون الأب؟ نعم، يمكنكم أن تأتوا بأجوبة حالية لهذه الوضعية، لكن وأنا متأكد من أمري أننا بعد دراسة هذا الدرس والتفصيل فيه ستتغير إجابتكم أو تزداد شمولية وتوسعا. فننطلق كذلك من حديث أبي الدرداء. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تركن الصلاة مكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر، فإن مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. الأدب مفرد للبخاري. إذن نرى ماذا تشمل هذه الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الدرداء رضي الله عنه. إذن أول أوصاه ب لا تشرك بالله، لما طلب منه وصية: لا تشرك بالله، لا تعبد مع الله أحدا، ولا تشرك أو تدخل أحدا في، فلا تقوم بعبادتك ترائي بها الناس أو ترائي به منفعة مع شخص أو مسؤول أو وإن قطعت أو حرقت، حتى وإن يعني عذبت أو كانت لك في ذلك مشقة من طرف أشخاص آخر، ولا تتركن الصلاة المكتوبة أي الصلاة الفريضة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، الذمة أي عهد الإسلام، أي ذمة الإسلام. ولا تشربن الخمر، والخمر بجميع أنواعه المسكر والمفتر و من المنشط ومنه وأشباه الخمر، فإنها مفتاح كل شر، وأطيع والديك طاعة والدين دون تردد، وإن أمرك أن تخرج من دنياك فخرج لهم، يعني إن أمرك أن تترك دنياك فاتركها لأجلهما، أما إن أمرك أن نزعك في الدين فليس ذلك، أو في الشرك فليس ذلك، فليس لهم طاعته. ولا تنازعن ولاة الأمر، يعني المسؤولين الحكام لا تنازعهم بنية أنك أنت تريد، وإن رأيت أنك أنت تريد أن تكون أنت المسؤول وأنت الحاكم وأنت الرئيس وأنت القائد وأنت كذا وكذا. ولا تفر من الزحف، الزحف يوم الجهاد لا تتراجع أمام العدو، والآن إن لم يكن عندنا عدو في الميدان نحاربه في معركة، فلنا عدو خلف الستار، فالفتن أعداء، والمنكرات والظلم أعداء، والظلم عدو، وكل أنواع العنف عدو، فلا تفرر من الزحف، وإن وقع شيء مثلا في بلدتك أو حيك أو مع أهلك إشكال من الإشكالات، فلا تتراجع بدعوى أنني يعني أنا أنجو بنفسي.
فلا بد أن تساعد الناس، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك أي مما أعطاك الله من أرزاق على أهلك، أنفق من أهلك، لا تبخل على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، يعني لا ترفع عصاك، يعني لا تمارس العنف باللفظي والمعنوي على عصاك، يعني الأمر دلالة على العنف على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل، يعني أن تكون إخافتهم في الله، إذا أردت أن تخيفهم فأخفهم في الله عز وجل. بعد ذلك ننتقل لنتعرف على أبي الدرداء. فمن هو أبو الدرداء؟ أبو الدرداء هو حكيم الأمة رضي الله عنه، الإمام القدوة، قاضي دمشق، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء الأنصاري هو أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق، توفي سنة 32 هجرية رضي الله عنهم ورضي الله عنه وأرضاه، ورحم جميع الصحابة ورضي الله عنهم جميعا لما أوصلوا لنا من علم ومن حكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بهذا ننتقل إلى الوقوف على شرح بعض الكلمات في اللي جاءت في الحديث أو في وصايا أبي الدرداء، وصايا رسول الله أبي الدرداء المكتوبة هي المفروضة، يعني الذمة هي العهد، لا تنازع عنا، لا تشقى عصا الطاعة، يعني تنازع عنا ولاة الأمر، طولك أو طولك ساعتك وما رزقك الله عز وجل. بهذا نتسأل، فما مضمون هذا النص؟ إذا مضمون النص بيان بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التعبدية والاجتماعية، يعني تربوية تعبدية والاجتماعية، بل يمكن أن نضيف كذلك أن التعبدية يدخل فيها حتى الجانب التربوي. وبهذا ننتقل إلى تحليل هذه الوصايا. إذا المحور الأول حقيقة الوصايا النبوية وأهمية العمل بها، فما حقيقة هذه الوصايا؟ وما أهمية العمل بها؟ ماذا نستفيد عندما نعمل بهذه الوصايا؟ إذا تعريف هذه الوصية النبوية باسم ما معنى الوصية النبوية؟ هي جمع وصايا، وهي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعت بين أو جمعت بين الأمر والنهي، وأحكام متعددة موجهة إلى كافة المسلمين. هذه هي ما نقصد بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بهذه الوصايا التسع لنرى أو نفصل فيها. إذا فماذا تحمل هذه الوصايا؟ نفصل فيها شيئا. الوصية الأولى التحذير من الشرك ولو اشتد المكره أو المكره عليه، يعني لأنه أكبر الكبائر وأعظم الظلم، فلا مساومة على العقيدة، يعني حتى وإن كان هناك إكراه أو كان هناك عقبة وكانت هناك إشكالات وكانت هناك محن، فلا تشرك بالله. الوصية الثانية التحذير من ترك الصلاة لأنها عمود الدين، فمن لا صلاة له فلا دين له، وأعظم الشرائع التي فرضها الله تعالى العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، في حديث آخر. الوصية الثالثة الأمر بطاعة الوالدين في غير معصية الله، حتى ولو لحقك الضرر بذلك، لحق ضرر مادي لعظم حقهما عليك، فكل ذلك فداء لوالديك، معنى حتى ولو لحقك ضرر بذلك، يعني أنك قد تصبر على بعض الأذى من والديك في اللفظ أو في قساوة اللفظ أو في الغلظة أحيانا أو في القلة أحيانا وفي عدم التفاهم أحيانا، كل ذلك لا يبرر أن تعصي والديك، بل الأمر بطاعتهما فيه خير كثير، ورضا الوالدين برضا الله، ورضا الله برضا الناس. الوصية الرابعة النهي عن التولي يوم الزحف، لأن الدفاع عن الدين وعن المستضعفين واجب يحرم التخلي عنه إذا تعين، إذا إذا كان الجهاد فلا تراجع عن الزحف إن كنت ممن يتكلف بذلك، وفي غرار أن ذلك ليس موجود، يعني أن هناك ليس هناك زحف، بل هناك زحف بين الحق والباطل، كيف الإنسان أن يساهم في رفع دعوة الإسلام ونشر دعوة الإسلام وإظهار سلوك الصحيح للإسلام، ولا تترك الفرصة لمن يسيء إلى الإسلام من الإرهاب أو العنف أو التشدد أو غير ذلك، ونحن نكون بادرين في الميدان في الجانب في المجال التلميذي في المجال الدراسي في المجال العلمي. الوصية الخامسة النهي عن شرب الخمر لما علم من كونها مفتاح كل شر، فالخمر مفتاح كل شر، فمفتاح كل ضرر للإنسان، والخمر بجميع أنواعه من تدخين ومن كحول ومن
ومن المخدرات، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم ننتقل إلى الوصية السادسة التي جاء فيها كذلك ما يلي: النهي عن الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولي الأمر الحاكم المسؤول الأمير، لما يلحق ذلك من خراب وسفك الدماء كيفما كان نوع ذلك، وإن كان يعني وإن كان في فيه ظلم. وتقول: أنا من يريد أن أنا من يكون أولى في الحكم أو في الإمارة أو في السياسة أو في الأمر، بل يجب عليك كذلك أن إذا أردت أن تغير فغير بالتي هي أحسن، إذا رأيت منكرا فغير منكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي يغير بيده هو الذي له مسؤولية وله الأمر وله زمام الأمر، والذي يغير بلسانه هو العلماء والفقهاء والمثقفين وأكابر البلاد ورجالات البلاد. ومن يغير من كره هو الإنسان الضعيف الذي ليس له حول ولا قوة أن يغير بقلبه. من يغير بقلبه؟ لا يبقى مكتوب في الأذان أن يدعو الله ويطلب أن يغير الله عنا هذا الظلم. ثم الوصية السابعة: الإنفاق على الأهل على قدر الاستطاعة، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يعني واجب الإنفاق على الأهل، وسبق أن شرحنا هذا الإنفاق في نوعه في الدرس السابق. الإنفاق هذا إنفاق واجب وليس إنفاق مستحب، واجب عليك أن تنفق على عيالك وعلى أبنائك، فمن لا ينفق على أبنائه إلا بخيل. الوصية الثامنة: الأمر بوعد الأهل وتحذيرهم من معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف أن تحذر أهلك من معصية الله ومن تجنب محارم الله ومن تجنب معصية الله ومن تجنب الظلم ومن تجنب الغلظة والفظة والفظاظة والقسوة، وذلك كيف؟ بالتي هي أحسن، الوعد وتحذيرهم من عذاب الله. ثم الوصية التاسعة: الأمر بتأديب العيال والحزم معهم حتى لا تفسد أخلاقهم ولا يتركوا لو يتركوا الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليهم وهم أبناء 10. كيف يربي الأب والأم وولي الأمر ابنه بالحزم؟ فإن رأيتم حزما في آبائكم وصرامة فلا تعتقدونها قسوة أو ظلما، بل هي تربية، فالحرمان تربية، قد يحرمونك من بعض الأمور وإنما هو تربية لك لكي تتعود نفسك على أداء واجباتها وعلى احترام الآخرين. هذا فقط من باب التفصيل، لأن هذه الوصايا تحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن الوقت لا يسعنا ولا نريد أن نطيل أكثر في هذا الأمر. ننتقل بذلك إلى أن نعرف أهمية كيف، أو نفهم كيف تكون هذه الأهمية لهذه الوصايا. إذا فأهمية هذه الوصايا هي كالتالي: أولا، أهمية العمل بها. عندما تعمل بهذه الوصايا: تجنب الشرك، تصلي، لا تعصي أو لا تطيع والديك، لا تخرج عن الملة، لا تتناول الخمور، يعني تنفق على أبنائك وتنفق مما أتاك الله، يكون شفاء الجراح، شفاء الصدور، يعني أن صدرك سيكون فيه شفاء، قلبك فيه شفاء، تكون راحة نفسية وقلبية مطمئنة. ثم تكون هذه النفس المطمئنة تؤدي واجباتها. بعد ذلك ماذا يحصل لك؟ بعد ذلك تكون الطريق إليك أو طريقك فيها إنارة، فيها نور، كل شيء تراه بعين الله وببصيرة الله. ثم بعد ذلك كيف ستكون أخلاقك وسلوكاتك؟ ستكون هذه الأخلاق فاضلة، والسمو بنفسك في الأفعال وسلوكاتك اليومية. إن هذا ما سيحصل لك داخل دار الدنيا والدار الآخرة، تكون سعيدا في الدنيا وستكون إن شاء الله عز وجل سعيدا في الآخرة. وبعد ذلك ننتقل كذلك إلى المرحلة أو المحور الثاني من الحقوق التي تحفظها الوصايا التسع. هذه الوصايا التسع ماذا تحفظ لنا؟ في الإسلام عندنا كليات 5، وعندنا منابر أو مجالات كبرى يحفظها الإسلام والشريعة في الأرض، في الكون. إذن أول هذه ما يسمى أو الحافظية أو الكليات 5: النفس، بحيث تجنب الشرك
بالله والمحافظة على الصلاة والابتعاد عن الخمر. ما تحفظ بذلك؟ النفس. إن لم تكن مشركا فنفسك يعني محفوظة، وإن تكون في صلاة فنفسك محفوظة، وإن تبتعد عن الخمر فنفسك محفوظة غير ضائعة. ثم تحفظ الوالدين، الطاعة وهذا منع المال عنهما، يعني هذا أو النفقة عليهما. ثم الأمة، كيف تحفظ الأمة؟ طاعة ولاة الأمر والدفاع عن الأمة والوطن. ثم الأهل، الإنفاق، الرعاية بحزم، التحذير من مخالفة أوامر الله. بهذا نكون قد حفظنا مجموعة من الأمور الأساسية في حياتنا الدنيوية، وبها نسعد في الحياة الأخروية إن شاء الله. إذا نقوم بتقويم إجمالي. سعيد أهمل زوجته تحت ضغط والدته، ما رأيكم في هذا؟ هل لسعيد أن يهمل زوجته تحت ضغط والدته؟ هل ذلك مقبول عنده؟ لا، لأن من الواجب الإنفاق على الأهل والزوجة من الأهل. علي أهمل أمه تحت ضغط زوجته، العكس، علي أهمل أمه تحت ضغط زوجته. هل هذا الموقف صحيح من نظركم؟ نعم، لا شك أن هذا الموقف يظهر أنه خاطئ، لأن وإن قامت الزوجة بالضغط على الأب أو على الزوج لا يدعي ذلك وليس أن يهمل أمه. ثم أب يقصر في النفقة على أبنائه كي يوفر المال يضمن مستقبلهم، هل هذا صحيح؟ طبعا هو يحرص على مستقبلهم، لكن هم في أحوج الحاجة في تلك اللحظة إلى النفقة، في الدراسة وفي الأكل وفي اللباس وفي المشرب. ثم كريم يرافق زملائه في سهرتهم الخمرية لكنه لا يشرب الخمر معهم، يعني هو لا يشرب الخمر إنما يذهب مع الذين يشربون الخمر، فهل هذا يوافق؟ بل هذا موقف خطأ، لأن الله عز وجل لما نبهنا على هذه قال اجتنبوا الخمر، يعني اجتنبوها، يعني ابتعدوا عنها كي لا تقعوا فيها، فإن لم تجتنبها فستقع فيها. هذا الأمر ديال الاجتناب، فالأملاق لا يقول لا تشربوا الخمر، قال اجتنبوا، فالاجتناب هو وقاية لك من الوقوع في شرب الخمر، وهذا كذلك موقف خطأ يحتاج إلى التصحيح. نسأل الله عز وجل أن نكون من البارين لآبائنا ومن موطعين عليهم ومحسنين إليهم. وهذه صورة فقط يمكنك أن تعلق عليها، أب يطعم أبه الضرير. وفي الختام لا تنسوا الإعداد القبلي، اشرح الكلمات الصعبة في السطر الثالث من سورة الحديد بعد نقلها في دفترك، ضع مضمونا عاما للشطر، أبرز أهم موانع الإنفاق التي حددتها الآيات. إلى هنا انتهت حصتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.